بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اقرأي من قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا
ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حسبك ما شاء الله عليك. ما شاء الله جمانة. ما شاء الله عليك جمانة على هذا الأداء المتميز، ولا غلطة ولا تردد في السؤالين، ما شاء الله عليها. جمانة صوتها صوتها رقيق ودقيق ودافئ. صحيح. وحفظها متين. حفظها متين. لا غبار على حفظها. لا غبار لا. على حفظ المواضع التي كانت من حظها لو أعطيت لحافظ قديم فإنه سيسقط، لكن مكنك الله عز وجل من اجتياز هذه الأثمان التي أعطيت لك بشكل عجيب ورهيب. كنت رائعة بالنسبة لي، كنت موفقة إن شاء الله. شيخ فضلي دكتورة باختصار لو سمحتي. جمانة أحسنتي، لك تردد طفيف مرة أولى ومرة ثانية، لا ننسى هذا في الحفظ. الدنيا التقليل فيها معناها ناقص شوية. بارك الله فيك وفتح لك بفتح العارفين يا ابنتي. نعم شكرا لك يا جمانة، نتمنى لك التوفيق والنجاح.